يوم عيدها ده أحلى عيد، لأن في حياتي بتتملي سعادة لما بسمع صوتها، وكأنه أحلى تغريد أحكي لكم عنها. تاريخي، عارفاه بالملي، وبسمع دايما صوتها وهي بتدعي وتصلي في مر قد حتى أو حلو. أنا لما الدنيا بتكسرني هي اللي بلاقيها من غير مشكلها، فهماني من غير ما اتكلم، أنا أمي بعديها أضيع. في صلاتي دايما بدعي خليها يا رب، أمي وجودها حياة ودعوتها هي طوق النجاة.